عائدون 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 أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لا حفينا أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود لمن شاء نحو الهدى أن يسير.
من شاء نحو الهدى أن يسير. تجاوز إلهي عن والدي فإنك تجزي الجزاء الوفيرا. تجاوز إلهي عن والدي فإنك تجزي الجزاء الوفيرا. فمهما اجتهدت فإني جميل قصورا. فمهما اجتهدت فإني أرى في جهودي لرد الجميل قصورا. إلهي أعني لخفض جناحي لمن ربياني بحب صغير. كم حملت الهم مع عني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنيا يا وديني. كم حملت الهم مع عني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنيا يا وديني. إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين، إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين. من يسر في الروح يستنشق عبير الأسمين، من يسر في استنشق عبير الياسمين الياسمين. يا رفيق الدار بإني أذكر الفضل وأسري، يا رفيق الدار بإني أذكر الفضل وأسري. إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رضيا ورقيا. يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، أنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا، أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا. لم أزل أحمد ربي أن
وفيا خلا وفيا يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل واغفري يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل واغفري إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني يا رفيق الدرب إني يا رفيق الدرب إني يا رفيق الدرب إني نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع والإحسان لمن في البشر لهما حق بعد الله أمي وأبي صانا صغري فإذا رضي رضي إلهي والإحسان لمن في البشر لهما حق بعد الله أمي وأبي صانا صغري فإذا رضي رضي إلهي الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع طاعة أمي وأبي فرض إلا في معصية الرب برا بهما جسدي أرض أمي كبدي وأبي قلبي طاعة أمي وأبي فرض إلا في معصية الرب برًا بهما جسدي أرض أمي كبدي وأبي قلبي أمي وأبي أمي وأبي أمي وأبي ارحمهما ربي أمي وأبي أمي وأبي أمي وأبي ارحمهما ربي عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع من برهما دخل الجنة رغم العاصي ما برهما لهما بعد الله المنة تعس من لم يشكر لهما من برهما دخل الجنة رغم العاصي ما برهما لهما بعد الله المنة تعس من لم يشكر لهما أمي وأبي أمي وأبي أمي وأبي ارحمهما ربي أمي وأبي أمي وأبي أمي وأبي ارحمهما ربي عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي عندما يدهمك الخطب جلل فليكن قلبك حيا بالأمل واستعن بالله يا صاحي وقل قدر الله وما شاء فعل عندما يدهمك الخطب جلل فليكن
يكن قلبك حيا بالأمل، واستعن بالله يا صاحي وقل قدر الله وما شاء فعل، وتجنب طرق أبواب الكرام، ترتجي العون لأحداث جسام، والتزم أبواب خلاق الأنام، سترى الخير كما الغيث أطال، وتجنب طرق أبواب الكرام، ترتجي العون لأحداث جسام، والتزم أبواب خلاق الأنام، سترى الخير كما الغيث أطال، قدر الله وما شاء فعل. عندما يدهمك الخطب الجلل، فليكن قلبك حيا بالأمل، واستعن بالله يا صاحي وقل قدر الله وما شاء فعل. سلم الأمر إلى الرب في كل الظروف، وليكن قلبك بالأخرى شغوف، وانتهج رضوانه عز وجل. سلم الأمر إلى الرب الرؤوف، فبذا تسلم في كل الظروف، وليكن قلبك بالأخرى شغوف، وانتهج رضوانه عز وجل، قدر الله وما شاء فعل. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله، بالرغم ممن يجحد. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا بالرغم ممن يجحد. وشهادتي أن لا إله سوى إله العالمين، بعث الرسول محمدا نورا لأهد السالكين. وشهادتي أن لا إله سوى إله العالمين، بعث الرسول
الله لا رب سوى، وهو المهيمن في علا ملك الخلائق كلها، ولوجهه عنت الجبال. الله لا رب سوى، وهو المهيمن في علا ملك الخلائق كلها، ولوجهه عنت الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوة الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان. ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وذاتي كم أنميها بعلم يرفع الإنسان، ويأسرني جمال الكون فيما أبدع الرحمن. وأحسن طاعة المولى وأدي الفرض في إتقان، فإن الصدق منجاة ثواب يثقل الميزان. بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. ولي صحب هم الأخيار، نعم الصحب والخلان، قلوب قد تآخت في محبة خالق الأكوان. ولي وطن أباهي فيه ما في الأرض من أوطان، بلاد حرة ألقى بها حرية الإنسان. من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، أحب
العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات. لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي, يا إلهي
عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا ربي قد كنت معي لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا رب قد كنت معي لكنني أعيد عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي واليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرف حائر وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لمنقذا لا من جاء ولا من جاء إلا أنت يا إلهي 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 مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي سائر للدين حتما سائر فالقدس صاحت غادر أتمى فؤاد الطاهر إني سائر حتما سائر فالقدس صاحت غادر أتمى فؤاد الطاهر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر ونداء الأقصى أبكاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير مجرم قالوا لأني أرفض الذل
الكبير أرفض العيش بصمت ضمه القهر المليل فليقول ما يقوله أنت من أرجو رضاه أنت من تعلم أني لك أرخصت الحياة
يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإله بالدعوات. يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل بالدعوات. ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفاتي، من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات. ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفاتي، من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات. صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله يا خير الورى، أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات. بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات. احموا رسول الله مبعث عزنا، أصل العقيدة أقدس الحرمات، لك أنما المختار في أحد، فمن يفديه مثل الصحب في الغمرات. احموا رسول الله مبعث عزنا، أصل العقيدة أقدس الحرمات، لك أنما المختار في أحد، فمن يفديه مثل الصحب في الغمرات. صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله يا خير الورى. صلى عليك الله يا خير الورى.